بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالى نكسب أفريقيا. اليوم هو النهائي، النهائي الحداشر للنادي الأهلي والتسعة يا أهلي. هي دي الحالة اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، من اسكندرية لأسوان، من مطروح وحتى رفح، كل واحد في مصر النهاردة ورا النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. حالة عش كبيرة جدا ما بين النادي الأهلي وعرش القارة السمراء، دوري أبطال أفريقيا البطولة الأقوى في القارة الأفريقية، وتاني البطولات تخيلوا بعد مين؟ بعد دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، ثاني اقوى البطولات في المستوى القاري. نادي الاهلي وبطوله افريقيا حكايه عشق، لكن في البدايه الصراحه لازم اتوجه بكل الشكر وكل الامتنان للقياده الفنيه للنادي الاهلي، كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري ربنا يشفيه وبنته، بيدينا درس في قد ايه التفاني، معنى يعني ايه ابن النادي الاهلي، معنى يعني ايه واحد بيعشق النادي الاهلي. ربنا يشفي بنته اللي كان كلنا سمعنا عن الحادث، ربنا يشفيها. ويعني ايه مدرب محترف، يعني ايه حابب ان هو يقدم كل ما عنده من اجل الفانلة الحمراء. كابتن حسام البدري ربنا يشفي له بنته، موجود في معسكر النادي الاهلي لم يتركه، موجود في القياده الفنيه للنادي الاهلي والنهائي دوري ابطال افريقيا، ومتواجد وبكل كل احاسيسه، كل تركيزه في انه يهدي الفوز لجمهور النادي الاهلي. وحتى تصريحاته في المؤتمر الصحفي بيقول الجمهور هو الدافع الرئيسي للنادي الاهلي، وان شاء الله اكسب البطوله عشان اهديها لجماهير النادي الاهلي. حاجه تانية لازم اقول لحضراتكم ان في حاله جميله داخل معسكر النادي الاهلي، اللعيبه كلها مركزين، وفي مؤازره من مهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي برضه لازم نشكره انه قفل على فرقه النادي الاهلي وابعدها عن موضوع الانتخابات. ويا ريت كل الناس النهارده تكون في الدعوه وجهت لكل من يحب النادي الاهلي لكي يكون متواجد، من كل المرشحين، كل المرشحين، كل الاعضاء، كل الساده اللي كانوا في مجالس الاداره السابقه على مر السنين المتواجدين، وجهت لهم دعوه عشان يكونوا موجودين في ملعب برج العرب عشان يكونوا بيتفرجوا وبيأزروا النادي الاهلي. الكل وراء الشعار، الكل وراء الكيان، النادي الاهلي دائما وابدا ان شاء الله فوق الجميع. اخش لحضراتكم والنادي الاهلي والعرش القاره الافريقيه وحكايه عيش. ابتدت في 82، النادي الاهلي على فكره كان وصل للدور قبل النهائي في بطوله 81، ولكن تم اعتذاره عن البطوله بسبب استشهاد الرئيس محمد انور السادات، وكان الاقرب لهذه البطوله كان هيقابل شبيب القبائل. وفي 82 واجه اشانتي كوتوكو، وكان مشوار دائما وابدا النادي الاهلي، ومشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا مليء بالمتاعب. ولكن روح الفانلة الحمراء و النجوم الكبار، التفاف حول الكيان، الشعار، وايضا القياده الفنيه، النادي الاهلي احلى كوره في افريقيا دايما هتلاقيها في النادي الاهلي. بعد 82 ابتدت مسلسل النادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا، 83 وصل للنهائي ولكن لم يكن يحالفه الحظ امام اشانتي كوتوكو، واستكمل بقى 84 85 86 بطل افريقيا لابطال الكؤوس، واحتفظ بالكاس الى الابد. عاد النادي الاهلي في 87 وفاز على الهلال السوداني في النهائي، وتاني بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي. ثم في 2001 وقبل النهائي الشهير، كابتن سعد عبد الحفيظ اللي موجود النهارده في اداره الكوره مع النادي الاهلي، والكوره الهدف الشهير اللي من منتصف الملعب عشان يصل النادي الاهلي للنهائي وتفوق على سان داونز الجنوب افريقيا. 2005 ومواجهه اهلاويه تونسيه امام النجم الساحلي، وطبعا الكل يتذكر هدف ابو تريكه واسامه حسني، العرضيه بتاعه الراحل محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه، وايضا وجود اللاعب محمد بركات ملك الحركات اللي اهدى النادي الاهلي ثلاثيه والبطولة الإفريقية رقم 4. ثم بعد كده في 2006 النادي الأهلي أمام الصفاقسي التونسي والنهائي الشهير، والكرة طبعا بتاعة محمد أبو تريكة اللي برجليه الشمال اللي أعطت الفرحة للجماهير والبطولة للنادي الأهلي بكل من حضر في هذه البطولة. نادي الأهلي دائما بكل من حضر. ذهب النادي الأهلي في 2008 إلى القطن الكاميروني، واستطاع أنه يحصل على البطولة في جروة، فاكرين رادس وفاكرين جروة، وإن شاء الله نكون فاكرين كمان برج العرب. والنادي الأهلي استطاع على الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة تانية في 2012 أمام الترجي التونسي، لما فاز على الترجي التونسي في ملعب رادس بهدفين مقابل هدف، وكانت ثنائية جميلة جدا بجده
ووليد سليمان. نعود مرة تانية في 2013، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ومحمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر يهديان البطولة للنادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي يركز على بطولة 2017-2018. كان في 2014 النادي الأهلي حصل على الكونفدرالية بعد ما تغلب على سيو سبورت. النادي الأهلي 19 بطولة أفريقية، تاريخ كبير. النادي القرن حقيقي، نادي القرن بحقه حقيقي، بكل الألقاب، بكل الإنجازات، بكل النجوم، نجوم على مدار التاريخ من أول ما أنشئ النادي الأهلي ومختار التتش وكابتن صالح سليم، كابتن طه إسماعيل وجيل الخمسينات والستينات، مرورا بجيل السبعينات، كابتن صفعت عبد الحليم بقى والنجوم الكبار اللي دخلوا في الكرة المصرية، كابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى يونس، كابتن صفعت عبد الحليم، مش عايز أنسى حد طبعا، كابتن مصطفى عبده، وأجيال الثمانينات دخل فيهم بقى كابتن طاهر ابو زيد، كابتن علاء ميهوب. انا على فكره بقول على سبيل المثال، الكل كان حاضر وبقوه في تاريخ النادي الاهلي اللي دائما عامر بالانجازات، ومرورا باجيال التسعينات اللي كلكم تتذكروها طبعا، وجود بقى حسام حسن، محمد رمضان، ووليد صلاح الدين، مرورا بهشام حنفي، واجيال كانت جميله جدا، ياسر ريان، نجوم كبار يعني ادوا للنادي الاهلي بطوله حتى الكاس الكؤوس في 93، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد عبد الجليل، نجوم كبار كبار كبار، وحتى النجوم اللي حضراتكم طبعا كلكم تتذكروها في الالفينات. الاهلي و القارة الأفريقية وحكاية عشق. خلينا أقول لحضراتكم إن في استعدادات أمنية على في منتهى القوة، منتهى القوة. مصر لا زالت تحارب الإرهاب، وكل الدعم لكل الأجهزة الأمنية في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وأيضا الشعب المصري ضد الإرهاب. في تأمين خاص لبعثة الوداد المغربي، سواء كلاعيبة، سواء كجمهور، سواء كصحفيين، وأهلا بيهم في بلدهم الثاني مصر. أيضا وجود كبير جدا من جمهور النادي الأهلي العظيم، اللي إن شاء الله يكون له الدافع الأكبر في تحريك النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي يخليك أهلاوي، وجمهور النادي الأهلي يخليك تعشق الفانلة الحمراء، لأن جمهور تتعلم منه يعني إيه صبر، يعني إيه مؤازرة. لو حضراتكم تتذكروا ماتش النجم الساحلي والفوز بسداسية في الإياب دوري أبطال أفريقيا، بعد ما كان النادي الأهلي متأخر في سوسة بهدفين مقابل هدف، ولكن وجود الجمهور كان هو العامل الأساسي. إن شاء الله يكون هو العامل الأساسي اليوم في دفع القافلة الحمراء حول اللقب التاسع. النادي الأهلي يعشق دوري أبطال أفريقيا، يعشق القارة السمراء، وهي أيضا تعشقه، لأنه بيجتهد وبيكافح وبيدرس صح، بيلعب أحلى كورة. النادي الأهلي حتى الآن مسجل في دوري أبطال أفريقيا أكثر أهداف، لو تتذكروا مين بيسجل في سيمي فاينل، 6 أهداف أمام فريق بحجم النجم الساحلي التونسي. ولكن كابتن حسام البدري في محاضرته اللي كانت في صباح اليوم مع لعيبة النادي الأهلي، هننسى ما حدث أمام النجم الساحلي، احنا بنواجه فريق محترم، بنواجه فريق وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وده نفس كلامه في المؤتمر الصحفي، تحدث فيه كثيرا عن الوداد المغربي وقال إنها فرقة محترمة. واجهها النادي الأهلي في دوري المجموعات، فاز بهدفين وهزم في المغرب بهدفين، لذا الكل يعلم ما هي الأوراق. الناحية دي عارف أوراق النادي الأهلي كويس قوي، وأيضا النادي الأهلي عارف أوراق الوداد المغربي كويس قوي. خلينا نروح مع حضراتكم لجمهور النادي الأهلي، شايفين حضراتكم المشهد اللي بخلفي، هو ده معنى النادي الأهلي، هي دي قوة النادي الأهلي، قوة النادي الأهلي في جمهوره العظيم اللي دايما بيخليه أعظم نادي في الكون. كأس رقم 9 إن شاء الله تنتظر نجوم النادي الأهلي والكل والعشاق، والكل يلتف اليوم، حالة جميلة جدا الصراحة، وانت ماشي في كل حتة تلاقي علام النادي الأهلي، هتلاقي الناس متبشرة خير، الناس حاسة ان النادي الأهلي إن شاء الله قادر على ان هو يجيب البطولة، بطولة غائبة. والنادي الأهلي يعني لما بطولة دوري أبطال أفريقيا بتغيب فترة بيبقى متعطش إليها كتير، لأن اتعود عليها، النادي الأهلي هو ملك أفريقيا بدون منازع. ولكن النادي الأهلي ملك أفريقيا والحاضر والمستقبل داخل الملعب، 90 دقيقة النادي الأهلي قادر ان هو إن شاء الله يحصل عليها على الفوز. وأيضا ما تنسوش ان في شوط تاني في المغرب، وده ركز عليه كابتن حسام البدري كثيرا، هو الجهاز الفني، كابتن أحمد أيوب تحدث على هذا الأمر، كابتن سيد معوض تحدث عن هذا الأمر، وأيضا كابتن طارق سليمان وكابتن سيد معوض، كل الجهاز الفني للنادي الأهلي اللي لازم نديهم حقهم. ناس وصلوا بدوري أبطال أفريقيا للنهائي، وعندنا تقرير مع الجمهور عن توقعاتهم وآرائهم حول مباراة اليوم، نذهب ونشاهد. تتجه كثيرا الى